مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة الخاصة بأساسيات البرمجة باستخدام لغة جافا سكريبت. أولا سنعرف بلغة جافا سكريبت. لغة جافا سكريبت فهي لغة انتربريتي خاصة ببرمجة البراوزر وكذلك البرمجة على الخوارزم. فإذا مثلا إذا قمتم بالضغط على أحد الأزرار في البراوزر فإن الجافا سكريبت هو من يتحكم في خصائص الضغط على ذلك الزر وكذلك خصائص الألوان والدوال، أي أن الجافا سكريبت تسمح لنا بالتلاعب بالمعطيات داخل المتصفحات وكذلك داخل الخوادم باستخدام تكنولوجيات النود جي اس. مثلا هنا إذا قمنا ب انسبكت ليليمون والضغط على كونسول فهنا الكونسول الخاص بلغة جافا سكريبت يستطيع تعريف فاريابل نيم محمد هكذا و نيم فا محمد. مثلا نستطيع القيام ب كونسول لوج نيم، فالكونسول لوج ستطبع لنا الفاريابل. نستطيع مثلا القيام بأحد الدول المعروفة وهو alert hello، ستقوم بإظهار علبة رسائل كما تلاحظون. فالجافا سكريبت فهي لغة تستطيع التلاعب بكل خصائص البراوزر والدوكيومون. مثلا دوكيومون كما تلاحظون فهناك العديد من البروبريتي الخاصة بالدوكيومون كالألوان ونوع التكست والإيفنت، مثلا الضغط والإغلاق وتغيير محتوى جيف مثلا وغيرها. الآن نقوم بإظهار التايتل، فالتايتل غير متواجد. تستطيعون القيام بكل الأشياء الموجودة داخل لغات البرمجة الأخرى، مثلا كالبوكل كاللوب والوايل ومقارنة المعطيات. تستطيع القيام بفور هكذا كونسول لوج هلو نمبر كما تلاحظون. فلقد قمنا بطبع 100 جملة تحتوي على هلو نمبر ورقم الجملة. هكذا الآن الفاريابل string تحتوي على جملة test string. عندما نقوم ب string point فإن string فهي من نوع chain de caractère، والجافا سكريبت يقوم بتعريف العديد من الدوال على chain de caractère. مثلا طول chain de caractère سيعطينا 11. الحمد لله. سبلايت تقوم بفصل الشين دو كاركتر باستخدام احد التوكن، والتوكن المستخدم فهو الاسباس كما تلاحظون. لقد قام بتحويل الشين دو كاركتر الى تابلو، حيث ان التوكن اي الفاصل بين الجمل فهو الفراغ. نستطيع ايضا القيام بنفس الشيء من داخل تيرمينال نود، حيث ان النود والمتصفح فهو نفس الشيء باستثناء الدوم، حيث ان الخادم سيرفر لا يحتوي على الدوم، بينما البراوزر ف
فهو يحتوي على لغة جافا سكريبت زائد الدوم، وهو يمثل الكود سورس وخصائص الخاصة بالدوكيمون. كما قلنا var string equal test string string splice و token فهو فراغ. كما تلاحظون فالنتيجة فهي نفسها، أي أن الجافا سكريبت يمكن العمل به على المتصفحات وأيضا على الخواتم. فإذا كان الكود الخاص بمكتبة ما ليست له علاقة بالدوكيمون، لأنه لا يتلاعب بالخصائص المتواجدة في المتصفحات، فيمكن تشغيله داخل المتصفح وداخل منصة نوت جي اس بدون أي تغيير. هنا قمنا بالتعرف على ليشين دو كاركتير. هناك أيضا الأرقام و نمبرز تتوفر على فالكلاس نمبرز تتوفر على العديد من الدول المعرفة على الأرقام، مثلا تو سترينج، أي أننا نريد تحويل الرقم إلى شين دو كاركتير. كما تلاحظون فلقد قام بتحويل رقم واحد من عدد إلى شين دو كاركتير. أشياء أخرى نستطيع القيام بها مثلا var date equal new date، فnew تقوم بخلق instance من أحد الكلاس، فdate فهي كلاس، والنتيجة يتم تخزينها داخل variable date. كما تلاحظون فديت فهي من نوع تاريخ. لا توجد العديد من الكلاسات باغ ديفو في الجافا سكريبت. هناك مات خاصة بدول الرياضيات، مثلا مات بوان. كما تلاحظون فهي تحتوي على الدول المثلثية لا تريغونوميتري وأعداد حقيقية كبي var بي مات بوان بي. فبي فهو فلوت، من نوع فلوت، فهو عدد حقيقي، ويمكن أيضا تحويل الأعداد الحقيقية إلى شين دو كاركتر في الجافا سكريبت. ومن ثم تستطيع حساب طول العدد، فهو 17 كاركتر بما في ذلك النقطة. فالجافا سكريبت فهي لغة شبيهة بلغة سي من حيث المبدأ. فإذا كنتم طلاب الحاسوب وعندكم خلفية في لغة سي ولو كانت بسيطة، فجافا سكريبت تستطيعون المرور إلى لغة جافا سكريبت بكل بساطة. فالكومنتار في جافا سكريبت فهو من هذا النوع، مثلا هلو، فإن هذا فهو كومنتار، أي يتجاهله الانتربريت الخاص بالجافا سكريبت. وأيضا هذا الشيء، فداخل الكود يمكن الرجوع إلى الصفر، أما هنا داخل الانتربريت فلا يمكن فتح الكومنت والكتابة ومن ثم الإغلاق.
لأن الكومبيلاسيون فهي انستونطاني. مثلا console.dir location، فاللوكيشن فهي أحد المتغيرات الخاصة بالبراوزر. كما تلاحظون فهو جيسون يحتوي على العديد من الحقول. فالجيسون فهو بمثابة structure في لغة سي، أي أنه يمكن أن يحتوي على متغيرات بأسماء أو مؤشرات نحو دوال. مثلا var my first object، job admin، مثلا هكذا. for my first object فهو object. كما تلاحظون فالأوبجي يحتوي على العديد من الحقول وكذلك العديد من الدول المعرفة على كل المتغيرات من نوع الأوبجي. نعم، فهو يستخلص الحقل المسمى نيم وكذلك أوبجي. أما my first object point string فستقوم بتحويل الأوبجي إلى chain de caractère، حيث أن هذا التحويل ليس صحيحا 100%، فلتحويله وجب القيام بجيسون point stringify و my first object، فهكذا أصح. الآن قمنا بتحويل جيسون من فورما أوبجي إلى شين دو كاركتر. نستطيع تخزينه في أحد الفاريابلات X مثلا stringified هكذا، ومن ثم نستطيع أيضا القيام بالعملية المعاكسة، أي تحويل جيسون من فورما سترينجيفيي إلى أوبجي هكذا، باستخدام جيسون بارس سترينجيفايد هكذا. فالبارس جيسون فهو أوبجي كما تلاحظون. أيضا فإن الأوبجي تستطيع أن تتوفر على حقول، أي بمعنى الكي والفالور فهي دالة. مثلا var function object، مثلا عملية الجمع تقوم بجمع عددين A plus B هكذا. الآن فالأوبجي فعند الدخول إلى الحقل add فإن add فهو دالة وليس variable. function object point add 1 2 والناتج فهو 3 كما تلاحظون. ويمكن جمع العديد من المفاتيح في نفس الجيسون. مثلا هنا فالمفتاح add فهو دالة، أما هنا مثلا boolean true والsub فهي function، أي يمكن الجمع بين أنواع متعددة من الحقول في نفس الأوبجي. مثلا بويليان كما تلاحظون، وأيضا نستطيع الولوج إلى سوب
في هذه الحالة لا يمكن القيام بسترينجيفاي، مثلا جيسون سترينجيفاي فانكشن اوبجي. كما تلاحظون فلقد قام فقط بتحويل الحقول المحتوية على المعطيات، أما الحقول التي تحتوي على الدول فلا يتم تغييرها، فلا يتم تحويلها إلى شين دو كاركتر. فالآد فهي دالة ترجع أ زائد بي، والسوب أيضا فهي دالة تقوم بإرجاع أ ناقص بي. هناك أيضا الأوبجي من نوع أرقام، أي أن المفاتيح فهي أرقام، var number object، وتستطيع أن تحتوي على أسماء، مثلا محمد اثنان إسماعيل، أي أن المفاتيح فهي من نوع أرقام number object دو زيرو. كما تلاحظون ففي هذه الحالة فالأوبجي يتصرف كتابلو. أما بالنسبة للجداول في الجافا سكريبت فهي سهلة جدا، مثلا var my first array نقوم ب مثلا محمد موروكو غابة هكذا. فماي فيرست اراي فهو طابلو، طابلو يحتوي على ثلاثة حقول. يمكنكم أيضا تفقد الدوال المعرفة على الطابلو، فهي ماي فيرست اراي. كما تلاحظون فهناك العديد من الحقول المعرفة على الأري، مثلا سبلايس لقطع الطابلو، وبوش لإضافة حقل ما في الطابلو، مثلا كازا بلون كازا بلونكا، سيتم إضافة حقل كازا بلونكا في نهاية الطابلو. my first array كما تلاحظون. نستطيع جمع جدولين معا، مثلا x y z هكذا، او سيتم إضافة X, Y و E بالنسبة لكل إليمون في هذا الجدول. هناك العديد من الأشياء إذا كنتم مهتمين بتفاصيل هذه الميثود فما عليكم سوى قراءة الدوكيومونتاسيون الخاصة بجافا سكريبت في موقع الموزيلا أو W3C. تستطيعون أيضا القيام بالوايل، مثلا var i equal 0 while i هكذا، أي سيتم طبع كلمة hello 100 مرة. وبما أن يتم تكرار
فاريابل هيلو 100 مرة فإن المتصفح لا يظهر هيلو 100 مرة، فقط يكتب لنا كلمة هيلو والرقم 100، أي أنه تم تكرار طبع الفاريابل هيلو 100 مرة. لا يتم القيام بأي شيء نظرا لأن هذه الدالة تغير محتوى الفاريابل اي، لأنها لا تنفذ أصلا. لإعادة تنفيذ هذه الدالة نقوم بخلق فاريابل جديد بنفس الاسم. كما تلاحظون الآن لقد تم طبع كلمة هلو 100 مرة. أما بالنسبة للدوال في جافا سكريبت فهي تعرف على الشكل الآتي، مثلا دالة add function parent name console.log name هكذا. الآن لقد قمنا بتعريف دالة مسمات ب parent name. نقوم بالنداء على هذه الدالة وتمرير الاسم المراد طبعه. في الدول فهي سهلة للغاية. سنعود قليلا إلى قصة الفاريابل. فكل فاريابل فهناك كلاس تقوم بخلقه، فعند القيام بفار string قال محمد فهي شبيهة ب var string new string de محمد، فهاتين الكتابتين فهما متكافئتين. وللبرهان على ذلك سنقوم بخلق string a باستخدام new و string ب إضافة شين دو كاركتر بطريقة مباشرة. كما تلاحظون فهناك نفس الميثود المعرفة تيب اوف تعطينا نوع الفاريابل، فسترينج فهي من نوع شين دو كاركتر، أما الثانية فهي من نوع أوبجيكت. رغم أن كلا المتغيرين يتوفران على نفس الميثود value of. نفس القصة بالنسبة للأرقام والأوبجيك، مثلا var obj json equal new object هكذا، فهو شبيه ب var json والأوبجيك الفارغ. فهناك نفس الدول المعرفة على كلا المتغيرين، رغم أن الأول فهو من نوع object والثاني فهو من نوع object. تستطيع مثلا تصفح بعض هذه الدول مات بوان مثلا بو، تقوم برفع عدد الى اس معين كما تلاحظون. فهناك قيمة
دنيا وقيمة قصوى لكل نوع من المتغيرات. فهذه هي جافا سكريبت عموما. دوكيومون يغال اون كليك فاون كليك فهو الحدث الخاص بالضغط على الازرار. اون دراج فهناك حدث خاص بكل الاشياء التي تقع داخل المتصفح. مثلا عند وصول سكرول الى النهايه فهناك حدث يتم تنفيذه عند وصول السكرول الى النهايه. واظن ان اسمه اون سكرول كما تلاحظون. اون سكرول فالاون سكرول يتم تنفيذه عند وصول السكرول الى النهايه. عموما فهذا تقديم عام حول لغة جافا سكريبت في المتصفح وداخل منصة نوت. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وشكرا.